سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. امتثالا لهذا الامر النبوي هيا بنا احبتنا الكرام لتطيب القلوب ولتسعد الاذان مرة اخرى بسماع ايات القرآن. وكما بشر اهل القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم فقال ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. نعود بحضراتكم مرة اخرى الى رحاب القرآن الكريم والى رحاب المصحف المجود. استمعوا الان منصتين خاشعين متدبرين لآيات الله رب العالمين لنستمع الى ذلكم العلم القرآني وعلم من اعلام التلاوة بإذاعات مصر والعالم الاسلامي والمقيم بكفر حمودة مركز هيهية شرقية قارئنا فضيلة القارئ الشيخ علاء السيد البنا. ادعو فضيلته الان الى منصة التلاوة سائلا ربنا تجارك وتعالى له التوفيق والقبول ولي ولحضراتكم بحسن التدبر والاستماع. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات Yeah.
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار
لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله ولا أدخلنهم جنات تجري من عند الله والله عنده حسن الثواب ولا أدخلنهم جنات تجري
والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله
وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا
أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يا يا
أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا عند صلاة الظهر، صابروا عند صلاة العصر، رابطوا عند صلاة المغرب، واتقوا الله عند صلاة العشاء لعلكم تفلحون عند صلاة الفجر. لما تيسر لقارئنا الكريم من خواتيم سورة آل عمران كانت التلاوة التي استمعنا واستمتعنا بها من ذلكم العلم القرآني، وعلم من أعلام التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، والمقيم بكفر حمودة مركزه هي شرقية، قارئنا فضيلة القارئ الشيخ علاء السيد المنا. شاكرا لقارئنا الكريم على هذا الأداء الطيب المبارك، وشاكرا لفريق العمل في هذه الليلة يصحبني من الهندسة الإذاعية المهندس محمد السيد عبد الوهاب ببيشة قايد مركز الزقازيق، ومن مخازن الفراشة الكبرى الحج السيد النحال بالزقازيق، والهندسة الكهربائية ومحطات الديزل العالمية مهندس السيد أبو طلوع وأولاده بشارع وادي النيل بمدينة الزقازيق، وأيضا مصورنا في هذه الليلة القرآنية عميد مصور الحفلات القرآنية بالجمهورية مهندس ناصر صلاح، وندله المهندس صلاح ناصر صلاح بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. ونحن نشارك في ليلة تكريم أم راحلة كريمة، أسأل الله أن يرزقها بركة هذا الشهر الكريم وهذه الأيام المباركة، وأن يرحمها ربنا ببركة الصيام والقرآن. أقدم الشكر لكل من شرفنا العزاء باسم الوالد الكريم الحج السيد مصطفى المليدي، يسطى كرم السيد مصطفى المليدي، يسطى حمادة أبو زكي، يسطى أحمد أبو زكي، وباسم جميع عائلات آل المليدي الأكرمين يقدمون خالص الشكر والتقدير إلى كل الجمع الحضور الذين توافدوا من كل مكان ليشاركوا معنا في هذا اللقاء القرآني. تقبل الله عزاء الجميع ورحم الله الراحلة الكريمة بواسع رحماته وأسكنها فسيح جناته، وبارك في أهلها وزويها وفي كل من شيعها أو قدم واجب العزاء فيها. أيها الأحبة الكرام، بمشيئة الله تبارك وتعالى يتجدد لقاؤنا مع حضراتكم عقب صلاة العشاء إن شاء الله، لنكمل مع حضراتكم الجزء المتبقى من هذا اللقاء. أما الآن تصحبكم منا سلامة الرحمن، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.